قناة الصحة والجمال. مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين، مصر بخير والوطن العربي كله. النهاردة عندنا حكاية جميلة قوي، بس بقى قبل ما أبدأ الحكاية عايزة في يعني بعض الولاد الصغيرين اللي بيتفرجوا على البرنامج بتاعنا اتصلوا بيا وبيقولوا لي احنا يا ماما فاطمة ازاي ننصر رسولنا عليه الصلاة والسلام. قلت لهم حاضر، اول حاجة علشان تنصر نبيك عليه الصلاة والسلام تبعد لسانك عن النميمة، ما تأذيش حد، ما تأذيش جارك، ما تأذيش زميلك في المدرسة، ما تأذيش حد من أهلك، تمشي في طريقك، حب الناس، لما تحب الناس الناس هتحبك وهتعاملك كويس، لما تعامل الناس بالرحمة وبأخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى السلام هتلاقي الناس تعاملك بحب. لازم نتعامل بأخلاق النبوءة في كل تعاملاتنا مع الناس، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنا مش حافظة كل الحاجات اللي لازم نواطحها ما ناكلهاش، بس الولاد بيقولوا إيه الحاجات اللي ما يعني مش عارفين بالظبط إيه الحاجات اللي إحنا ناكلها وما ناكلهاش. طبعا عندك جبنة بشكليه، دانون، في حاجات كتير جدا أنا بصراحة مش حافظاها كلها، بس أنت يعني ربنا يكرمك كده وننزل حاجات على النت نكتب الحاجات اللي احنا ناطحها وما ناكلهاش الفرنسيه كلها. مش الحاجات اللي بناكلها وما ناكلهاش بس، في اكيد اجهزه وفي حاجات كتير جدا ان احنا ما نشتريهاش برضو. نبدا حكايتنا النهارده عن الوديعه. الوديعه دي معناها ايه؟ انك انت حد يجيب لك حاجة تشيلها أمانة وتحافظ على الأمانة لو حتى 100 سنة. هنحكي حكايتنا النهاردة عن أعضاء القصة اللي هحكيها، هما 3: الشيخ علي، جاره عم نجيب في الحارة، ولاد الشيخ علي منهم الولد الكبير اسمه أحمد. دول أطراف القصة. الشيخ علي ده راجل محبوب وصالح، والناس كلها بتقول عليه إنه تقي وفي حاله، وكل الشارع أو الحارة اللي هم ساكنين فيها بيشهدوا ليه بالتقوى والصلاح، وحتى وهو على فراش المرض. وهو نايم كده على فراش المرض قال لابنه: يا ابني، ندى لابنه الكبير وقال له: روح لعم نجيب في الحارة وقول له بابا عايزك. قال له: حاضر. سمع كلام والده وراح ندى عم نجيب، خبط عليه وقال له: بابا تعبان وعايزك ضروري. قال له: خير إن شاء الله. قال له: أنا مش عارف، هو ما قاليش. طبعا عم نجيب الناس كلها في الحارة بينهوله بالاسم ده عشان هو اشتهر بالاسم ده في الحارة. لبس هدومه ونزل مع الولد أحمد وراح للشيخ علي يشوف عاوز إيه. راح للشيخ علي وقال له: خير، انت بعت لي في حاجة اقدر اقدمها لك وانت تعبان؟ قعد عم نجيب والشيخ علي شوية وقال لأحمد: لو سمحت. أبوه اللي قال له: لو سمحت سيبني شوية مع عم نجيب.
احمد خد بعضه وخرج، قعد مع اخواته بره. وبعد شويه خرج عم نجيب على وشه اندهاش واستغراب وحزن كده شويه. خد بعضه عم نجيب ومشي رجع بيته. بعديها بيومين رجع عم نجيب، عدى يومين رجع عم نجيب للشيخ علي تاني زي ما هو قايل له، يعني بينهم وبين بعض. رجع له، دخل عم نجيب عند الشيخ علي برضه في اوضته، وراح ابو الولاد طلب من الولاد انهم ما يدخلوش الا بعد ما يخلصوا مع بعض. دخل عم نجيب وقال له انا هقول لك سر، والسر ده مش عايزه يطلع الا بعد ما اموت، اللي هو مده السنين اللي هو هيقولها له على الأمانة تفضل عنده كام سنة. طلع عم نجيب من عنده مندهش من الكلام اللي هو سمعه لتاني مرة ومستغرب، يعني حاجة سمعها غريبة جدا. سابه قفل بابه وروح ماشي مروح. راح ولد من ولاده أحمد، ابنه أحمد، دخل ولقى والده وشه كده كله نور ونايم على سريره. قال له انتوا جيتوا، هات اخواتك كلهم وتعالوا حواليا. جاب اخواته وجم زي ما طلب الشيخ علي منه وتلموا حواليه. قال لهم كلكوا أنا كنت هطلبكوا لسه دلوقتي. يا أحمد ندى على ابنه الكبير وقال له هات الصندوق ده. جاب أحمد الصندوق، قال له أنت عارف الصندوق ده بقاله كام سنة عندي؟ قال له ده بتورثه عن أجدادي من جيل لجيل، وفيه كل ثروتي ومالي اللي أنا حوشته في الدنيا. والصندوق ده أنا بعد ما أموت تاخده يا أحمد أنت وإخواتك وتودوه لعم نجيب. طبعاً الولاد استغربوا جداً. قال لهم كمان هقول لكم حاجة قبل ما أموت، المفتاح بتاع الصندوق هيفضل معاكوا انتم، لكن الصندوق تشيلوه بحاله وتودوه للشيخ عذرا وتودوه لعم نجيب بعد وفاتي. طبعا خرجوا الولاد، كان كلهم حزن واسى انهم يعني والدهم يعني لحظات وداع وزعلانين جدا عليه. هما مش يهمهم يعرفوا ايه اللي في الصندوق ومش عايزين يعرفوا، وما يهمهمش، هو مربيهم على كده. فعلا بعد ما قال لهم كده والدهم ما قال لهمش خلي بالكم، ما قال لهمش الفترة اللي قالها لعم نجيب قد ايه. خدوا طبعا، عدى كده اسبوع وتوفى الشيخ علي. توفى الشيخ علي وطبعا حزنوا عليه جدا. راح خد احمد بعد ما توفى والده وخدوا العزا والناس جت تعزي في والده، افتكروا موضوع الصندوق. ايوه الوصيه بتاعت والدي، قال خدوا الصندوق ودوه لعم نجيب. خدوا الصندوق فعلا
شالوه مع بعض ووصلوه لحد بيت عم نجيب، ودخل الصندوق، دخلوه وقعدوا مع عم نجيب وقالوا له والدنا وصانا ان احنا بعد وفاته نجيب لك الصندوق ونحطه عندك. الولد الكبير سأل عم نجيب، قال له ايه الحكاية؟ طيب احنا عايزين نعرف الحكاية يا عم نجيب، حضرتك هيفضل الصندوق عندك قد ايه؟ قال لهم والدكم قال الصندوق فيه ثروته وهيفضل الصندوق عندي 100 سنة. الولاد اتصدموا، ايه ده؟ ليه 100 سنة؟ كلهم طبعا، ليه 100 سنة يا عم نجيب؟ والدنا ما قالش كده. قال لهم بس قال لي انا كده، وصيته ليا كده، ان انا مفتاحه معاكو والصندوق عندي، حتى لو مت اولادي هعرفهم ان هم بعد فتره 100 سنه بالظبط يرجعوا لكم الصندوق. تمام، اقتنعوا الولاد بان دي وصيه والدهم، وسابوا فعلا الصندوق وخرجوا وهم متأكدين إن الصندوق في أمان. دي وديعة ووالدهم سابها وفي وصية بتقول إن هو بعد 100 سنة حتى لو هم ماتوا ولادهم هياخدوا الصندوق واللي في الصندوق. طيب ولاد عم نجيب وصاهم بكده، وأدي ولاد الشيخ علي اتوصوا بالكلام ده. تمام تمام، فضل الصندوق مكانه عند الشيخ، عند عم نجيب، ومات عم نجيب وطبعا لسه في وقت. هو ده بقى اللي هنعرفه في باقي الجزء، الجزء التاني من الحلقة الجاية، هتعرفوا ايه اللي في الصندوق، وهنكمل حكايتنا ان شاء الله. عايز اعرف يعني السادة المشاهدين، يا ترى ايه اللي هيكون في الصندوق؟ يا ترى ايه اللي هيكون في الصندوق وحطه الشيخ علي ويقعد 100 سنة؟ ايه هي الحاجة اللي تقعد 100 سنة من جيل لجيل من جيل لجيل وهم عارفين القصة؟ هتعرفوا معانا الحلقة الجاية ايه اللي في الصندوق وايه اللي هيحصل في الجزء الثاني من الوديعة. لسه معانا وقت؟ طيب عايزة احكي كمان عن الأمانة. احنا دلوقتي هنكمل قصتنا المرة الجاية ان شاء الله على خير بإذن الله. الأمانة لما حد يكون جايب أمانة وحاططها عندك ما تقربش منها، سنة اتنين تلاتة كأنها مش موجودة لغاية ما يجي صاحب الأمانة. لكن في ناس كتير جدا بتخون الأمانة، يعني مثلا واحد يكون حاطط عندك أمانة ويكون قايل لك ما تدهاش لعيالي مثلا إلا بعد ما أموت، يكون أنت ما تقولش لعياله على الأمانة ولا تقول على حاجة ولا، وتفتح الأمانة وتاخدها، هتروح فين من ربنا؟ نحكي حكاية تاني؟ طيب نحكي حكاية تاني. طيب طب ممكن ناخد فاصل ونرجع تاني؟ طيب طب
ورجعنا لكم تاني نكمل الحكاية. النهاردة هحكي شوية عن الرحمة بالحيوان وبالذات الكلب. الكلب ده هو وفي جدا. كان في أسرة عايشين في بيت على البحر. الله، نفسي أنا أقعد في بيت على البحر كده. كان عندهم كلب. الراجل والست قاعدين لوحدهم، الراجل بياخد معاش على قده، وست ست بيت كده على قدها برضو، طيبة كده وبتاعت ربنا، ورافضة موضوع يكون الكلب في البيت. قالت له بقول لك ايه يا أستاذ عبده بتاع القد، قال لها ايه؟ قالت له انا مش عايزة الكلب في البيت. قال لها ليه، هو عامل لك ايه؟ قالت له انا مش عاوزاه، انا ست كبيره وشغل للبيت عليا كتير وما عنديش استعداد كمان اخدم الكلب، فسيبه يروح لحاله، سيبه في اي وديه في اي مكان كده وخليه يروح لحاله، ما دام احنا مش قادرين نخدمه وانت راجل كبير مش قادر برضو تخدمه. قال لها لا. وقعدوا ينقروا شويه في موضوع الكلب ان هم ياخدوه ويودوه مكان بعيد. قال لها لا انا مش همشيه. قالت له انت كل يوم تجيب له لانش وتجيب له بلويف وتجيب له لحمه، ما ناكل احنا الاكل ده، انت راجل على المعاش وظروفنا على قدنا، بدل ما نصرف على الكلب نصرف على نفسنا. قال لها لا مش موافق. قعدوا كل يوم ينقروا مع بعض ينقروا مع بعض لغايه ما في جه يوم زهق من الكلب ومن الزن بتاع زوجته أستاذ عبده. راح قال لها خلاص أنا هخلصك منه. قالت له أنت مش هتخلصني منه، أنت هتخلصه هو منك، علشان أنت حبسه بتأكله وأنت حبسه ليل نهار. ربنا خلق الكلب علشان يحرس، علشان يتحط في مكان يحرسه، إحنا مش بيحرسنا، إحنا جايبينه بنربيه ونأكله وهو مربوط في البلكونة. طب ليه؟ ليه نحس إن إحنا بنعذبه؟ بنأكله بس ورابطينه، ولا هو بيستفاد معانا بحاجة ولا إحنا بنستفاد منه بحاجة. الله خلاص أنت زهقتيني في عيشتي، أنا مش عارفة أعمل معاكي إيه. المهم المفروض إن هو ياخد الكلب يشوف مكان بعيد يحط ويسيبه لحاله ويرجع لبيته تاني. أخينا بقى عمل إيه؟ حضرته شوف ربنا، خد الكلب وربطه من رجله. الكلب ليه أربع رجول، كل اتنين ربط الاتنين اللي قدام مع بعض والاتنين اللي وراه مع بعض. ربط الكلب وخده وراح على الشط ووقف غوط في حته غويطه كده على الشط، وراح رامي الكلب وهو رابطه عشان يخلص منه، يعني ما يرجعلوش تاني. بص الذكاء، علشان ما يرجعلوش تاني. هو الكلب ذكي فعلا وممكن يرجع المكان اللي كان فيه، بس هو اتعامل بطريقه مش كويسه ما فيهاش رحمه. ان هو يربطه ويرميه ده انسان ما عندوش رحمه خالص. ربط الكلب ورماه بعيد. الكلب طبعا قاعد برجله ورجله كده عمال يبطش في الميه ومش عارف يعمل ايه. مسكين والله مسكين. ربط الكلب وسابه في الميه وفضل واقف يتفرج عليه كده، واقف على الشط بقى مبسوط ان هو خلص منه ومن اكله وشربه، واقف مبسوط كده يتفرج على الكلب وهو بيغرق. خد وقفته نص ساعة وساعة، لقى الكلب مش بيغرق. الكلب عمال يبطش في المية ومش بيغرق ومش بيحصل له حاجة، هو مش راضي يمشي إلا لما الكلب يغرق. سبحانك يا رب، هو اللي واقف مستني الكلب يغرق
رجله اتزحلقت ووقع في الحتة الغويطة اللي هو رمى فيها الكلب، والكلب خدته الموجة ودخل جوه شوية. وقع ومش عارف، ما بيعرفش يعوم، ما عارفش، مش عارف يطلع من المية، عمال يبطش، والموجة خدته ساعة مغربية ودخل جوه ومش عارف يعمل ايه. سبحانك يا رب، الكلب من كتر ما بيجادل في المية عمال يعافر وبيحاول، يا عين غرقان وعايز يتعلق بقشاية عشان يطلع للدنيا، عمال يحاول برجله شمال ويمين. اتفكت اول شريطة في رجليه اللي قدام اهو، احاول يبط شوية وعمال يروح، عارف الشط، عارف فيه الشط اللي هو اترمى عليه، يعني الكلب برضو ذكي شوية عايز يوصل لغاية الشط. حد فك شريطة واحدة من رجليه اللي قدام وقعد يحاول يجري ناحية الشط، يحاول يهبش في المية ويمشي. سبحانك يا رب، فعلا الشريطة التانية اتفكت والكلب لقى الراجل بيغرق اللي هو رماه. تخيلوا عمل ايه؟ خد بعضه وراح ناحيته وقعد يهبش في هدوم الكلب ويشد الكلب، والكلب يشد الاستاذ عبده ده علشان ياخده يجرجره من هدومه، بياخده كده بيحاول بيعمل أزمة عنده علشان ينقذ الإنسان اللي هو رماه في المية. أقول إيه؟ فين الرحمة بالحيوان؟ فين الرحمة بالحيوان؟ فضل الكلب يشد، هو ربنا نجاه، ربنا نجاه. فضل الكلب، عايزة أقول ان ربنا ما بيعملناش حاجه وحشه ابدا، كل حاجه بيبقى لها موعظه في الدنيا. والله فعلا فضل الكلب يشد في البني ادم ده لغايه واحده واحده لغايه ما طلع بيه على الشط، طلع بيه وهو بيطلع في الروح، يشد فيه ويطلع بيه ويطلع بيه لغايه ما شده وجه بيه الكلب، جه باستاذ عبده على الشط. طبعا بعد ما فاق من الميه لانه خلاص كان بيغرق، قال ايه ده، انا مسك الكلب كده حضنه، كلب خده في حضنه، سبحانك يا رب، خد الكلب في حضنه وقال له ايه ده، انا مش مصدق، وعيط، انا مش مصدق ان انا كنت هموت روح وانا كمان كنت هموت، أنا مش هسيبك أبدا، أنا رزقي ورزقك على الله، إزاي أنا تفكيري يجيلي إن أنا أموت حاجة، حاجة من خلق الرحمن، إزاي أموت حاجة خلقها ربنا عشان خاطر الأكل، يا رب سامحني يا رب، يا رب سامحني. وقعد يدعي ربنا إن هو يغفر له ويسامحه علشان هو حاول يقتل الكلب والكلب هو اللي نقذه. طبعا دي حاجة كانت من الأشياء الغريبة اللي الواحد سمعها في حياته بالنسبة لموضوع الحيوان والرفق بالحيوان. نحكي لكم حكاية تاني قبل المدة بتاعتنا ما تخلص، عن البحر واللي بيحصل في البحر من القرش. مين التاني صاحب القرش ده؟ أيوة، والحوت، الاتنين دول ما بيتفقوش مع بعض، ده ملك البحر وده بيستحوذ على البحر، الاتنين مش بيتفقوا مع بعض في حاجة أبدا. القصة التانية اللي جاية دي اسمها عروسة البحر. عروسة البحر، كان يا مكان في ثالث العصر والأوان، يحكى أن كان في عروسة بحر، كل عرايس البحر هم 10 عرايس بحر، كل سنة بيتعمل لهم حفلة علشان يتاكلوا، بينقوا أحلى 10 عرايس بحر ياكلوهم، يعملوا لهم حفلة كده بعد ما يقعدوهم يلبسوهم الحاجات الحلوة اللي بيلبسوها من المرجان والحاجات الحلوة، ياخدوهم القرش
والملك يستفردوا بيهم وياكلوهم، ده العشاء بتاعهم بقى يوم الحفلة. جت اوان الحفله والملك والقرش وضبوا بقى قاع البحر ووضبوا عشان الحفله الكبيره اللي بيعملوها حفله الاكل. وجوم العشر عرايس لبسوا وقعدوا ولبسوا احسن الثياب طبعا. على فكره عروسه البحر دي مش بني ادمه، عروسه البحر دي احلى سمكه في البحر كله. لبسوا كويس وقعدوا كلهم اترصصوا جنب بعض السمك علشان الحفلة تبدأ والقرش والحوت ييجوا ويحضروا الحفلة. فعلا عملوا المهرجان والحفلة، ولما حسوا انهم هيتاكلوا خدوا بعض جمعوا بعض واتفقوا على الهرب من البحر. عايزين يروحوا بحر تاني يعيشوا فيه علشان محدش ياكلهم. خدوا جنب بعضهم كده في جنب وقالوا احنا عايزين نهرب. راحت العشره بتاعتهم، هم تسعه اللي كانوا عايزين يهربوا، العشره بتاعتهم قالت لهم لا انا مش هروح معاكوا، انتوا كده بتعملوا حاجه غلط، وليه نسيب البحر؟ ليه عايزين تمشوا؟ قالوا عشان احنا موضوع الاكل ده بنتاكل، كل سنه ياخدوا عشره وياكلوهم، طب ليه احنا نتاكل؟ ده ذنبنا ان احنا حلوين؟ ليه ان احنا نتاكل ليه؟ احنا عايزين نهرب ومش عايزين نعمل الموضوع ده، احنا مش موافقين على الموضوع ده اللي الملك والقرش بيعملوه، احنا مش موافقين وعايزين نهرب ونسيب البحر ونروح بحر تاني. قالت لهم لا اصبروا، ده قانون ماشيين عليه من زمان، ازاي هتخالفوا الاوامر؟ ما ينفعش تهربوا وتروحوا بحر تاني. العشرة هي بتقول لهم الكلام ده، فعلا صمموا على الهرب. شوف بقى جزات اللي بيسيب مكانه ويروح مكان تاني، صمموا على الهرب. العشرة بتاعتهم دي كانوا بيغيروا منها جدا علشان كانت أحلى منهم كمان، جميلة جدا وكانت بتغني وصوتها عذب وحلوة قوي، كانوا بيغيروا منها برضو. حتى لما كانوا بيقفوا في طابور الأكل كانوا يطردوها بره الطابور وينبذوها عشان هي جميلة، علشان هي جميلة مش بيحبوها، وينبذوها ويطلعوها بره طابور الأكل وتبقى قاعدة جعانة في البحر يا عيني لوحدها وتقعد تلف عشان تلاقي حاجة تاكلها. جت في يوم وجه صياد غبي، طبعا هما بيحاولوا الهروب وفعلا حاولوا الهرب وخلاص هيطلعوا من البحر ويروحوا مكان تاني. راح الصياد ده صياد طماع وغبي، اصطادهم واحدة واحدة بالشبكة ويوديهم على المركب اللي هو ياخدها ويروحوا بحر تاني. يصطاد واحدة واحدة سمكة سمكة ويوديها المركب، سمكة سمكة ويوديها المركب. راحت صاحبتهم طبعا مش عاجبها اللي حصل ده، هي شايفة المنظر مش مقتنعة ان هم ليه بيصحابها يتاخدوا كده قدامها، ده كده بيتخطفوا، هم عايزين يهربوا بس هي كده الصياد ده بيخطفهم. راحت طبعا قعدت تترقب الموضوع من بعيد وهو الصياد بياخد واحدة واحدة في الشبكة بتاعته ويوديها ايه عشان يحطهم في شبكة كبيرة يبقوا مجموعين كلهم مع بعض، بيجمع واحدة واحدة يوديها يحطهم في الشبكة الكبيرة عشان يجمعهم ويبيعهم بيع ثروة ليه، بيع غنية. قعدت تترقب الموضوع، لقت انه الصياد بيحطهم على وش المركب كده علشان ويرجع ياخد ويروح، ياخد ويروح السمك. اصطادهم كلهم وبيلمهم بشبكة وبيربط فيها. راحت هي تعمل ايه بذكائها علشان تنقذ صاحبتها؟ وراحت قعدت، هي صوتها حلو، قعدت تغني بصوت حلو، لفت نظره الصوت الجميل اللي طالع من البحر، عرف انها هي العشرة بتاعتهم اللي بتغني. قعدت تعمل له وتشاور له باي 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 كده وتلغيه بلغة السمك، يعني تلغي الصياد.
باي باي باي. عرفت بقى ان هي مفيش فايده واصحابها خلاص، قعدت تلغيه وتغني. لما غنت هو اندمج مع الغنى واندمج مع طريقتها واسلوبها وهي بتشاور وهي بتغني وطريقه كلامها وطريقه كلامها وهي بتتكلم وتنادي على اصحابها، بس هو مش فاهم اللغه بتاعتهم ايه في الحوار بتاعهم. قال لها تقرب منها، جه عايز يقرب بقى، وهو سبحان الله بيقرب الشبكه وقعت من فوق كتفه اللي شايلها عشان يوديها يخزنها خلاص بقى وماشي بيها يروحوا بحر تاني ويبيعوهم في حته تانيه. الشبكه اتفكت منه، الخايب ما هو خايب، اتفكت منه الشبكه، السمك كله اتنطور. راحت هي جايه واخده اصحابها ولمتهم وبقوا كلهم قوه واحده وايد واحده مع بعض، ورجعتهم تاني للقاع بتاعهم. سمعوا الملك والقرش وهم بيقربوا على القاعة اللي هم قاعدين فيها، سمعوا ان هم سبحانك يا رب لوحدهم كده، جات لهم من عند ربنا هينووا انهم يعملوا نظام جديد ومفيش سمك ولا حفلات، مش هيعملوا حفلة وياكلوا فيها السمك زي كل سنة وخلاص، ان هم رجعوا في الكلام ده ومش هيعملوا كده، مدام في ناس بتهرب من البحر وتروح بحر تاني احنا مش هنعمل كده تاني. واتفقوا مع بعض القرش والحوت انهم مش هيأذوا عرايس البحر، وان عرايس البحر هتعيش يعني هيعيشوهم كويس وياخدوا بالهم منهم وهيحافظوا برضو على جمالهم ويدوهم شغل جميل في البحر. وقال له انا وانت بقى كبرنا نسيب لهم هم الحاجات، مش نشتغلش بقى احنا، نسيب لهم الحاجات الصغيره في البحر هم يعملوها، واحنا نقعد بقى كبرنا نريح نفسنا نريح نفسنا وهم يشتغلوا بدلنا. وتوته توته خلصت الحدوته، حلوه ولا ملتوته؟ كل سنه وانتم طيبين. عايزه اقول لكم هنكمل باقي قصه الوديعه ان شاء الله. إن شاء الله الأسبوع الجاي بأمر ربنا لو لينا عمر يعني. عايزة أقول كمان هو لسه في وقت. عايزة أقول إن هو البحر لما حصل كده طبعا رجعوا في كلامهم واتفقوا بقى الحوت والقرش وخلاص رجعوا في كلامهم كده. عايزه احكي لكم حكايه تاني بس ممكن فاصل ونرجع تاني عشان افتكر بس. ورجعنا لكم تاني نكمل بقيه حكايتنا. هنحكي النهارده عن حاجه العيال بيحبوها جدا بس مش بيرضوا ياكلوها، وهي ام علي. طبعا اللي هحكيها دلوقتي دي حدوته مش الحكايه الاصليه، الحكايه الاصليه هقعد فيها ساعه بس بعد كده. الحدوته اللي انا هحكيها عشان ام علي دي من الخيال علشان ولادنا يحبوا ام علي بس مش اكتر من كده، لكن الحدوده الاصليه بتاعت ام علي وشجره الدر هحكيها لكم في ساعه ان شاء الله، بس اما نوضب لها حلقه بامر ربنا. دي حاجه من الخيال عندها للاطفال اللي هم مش بيحبوا ياكلوا ام علي علشان عارفين ان ام علي رمت شجره الدر من فوق علشان ماتت وكده مش بياكلوا ام علي بقى. تمام، هنحكي حكايه قصه جميله جدا من تاليفي انا لام علي. اللهم صل على سيدنا محمد، بسم الله الرحمن الرحيم. أم علي دي أكلة، أكلة مصرية. بسم الله. علي ده وأمه، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب
مفيش وقت معانا. يلا كل سنة وانتم طيبين، المرة الجاية هكمل لكم الحكاية. كل سنة وانتم طيبين مع حكايتين وبس على الصحة والجمال.